هي الله يطمنك. لا دي ارقام انا ماشي. يعني ما بجيبش حاجه من عندي. منتخب المغرب اكثر استحواذا في كل منتخبات البطوله 64.3%، بعديه منتخب الجزائر طبعا اللي خرج 63.7%، منتخب مصر برضو بيجي في المركز السابع 55.3% استحواذه على المباريات اللي لعبها. مين اللي هيفوز بالمباراه دي يا كابتن خالد؟ احنا عارفين توقعاتك. مصر يعني. والمغرب؟ اه التوقعات ممكن تزعل الناس شويه بس. ليه؟ خلاص ما تقولش. والله انا شايف يعني طبقا للارقام التاريخيه والفنيات برضو داخل الملعب شايف المغرب ممكن تكون اقرب. طبعا كلنا بنتمنى فوز مصر، لكن انا يعني توقعاتي رايحه ناحيه المغرب شويه. ان شاء الله هنكسب يعني. ان شاء الله يا رب هنكسب. طبعا يا رب ان شاء الله هنكسب. يعني الله يعني وطلعت منك ازاي يعني؟ ازاي بتقولها يا ده توقع يا استاذ مهيب مش ما يعني توقع. ما انت جامايكا طبعا اكيد كلنا مع منتخب مصر بس توقعات حاجه والتمنيات حاجه مش هيبقى صح المره دي. يعني خلي بالك قبل مباراه كوت ديفوار كانت التوقعات كلها رايحه لكوت ديفوار. انت توقعت ايه؟ لا ما توقعتش كوت ديفوار. اشمعنى يعني ما توقعتش كوت ديفوار؟